بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء. الدرس 81. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. من أحكام القرآن الكريم. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. البرنامج من تنفيذ محمد بن محمد الزهراني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نواصل ما يتبين لنا من الأحكام في الآيات من قوله تعالى ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، إلى قوله تعالى وكان فضل الله عليك عظيما. وقد سبق في الحلقات السابقة شيء من ذلك، ونستكمل الآن ما يتيسر. فيؤخذ من هذه الآيات فضل الله على رسوله وعلى المؤمنين بإنزال الكتاب والحكمة على رسوله، وأن هذا من أعظم النعم على رسول الله وعلى الأمة، أن الله أنزل له القرآن، أنزل القرآن وأنزل الحكمة وهي السنة أو الفهم للقرآن. هذا من أعظم النعم، لأن الأمة تسير على نور من الله جل وعلا، بخلاف الأمم التي ليس عندها هذا القرآن وهذه السنة النبوية، فإنها تتخبط في متاهات، لأنها إما أنها تسير على أنظمة كفرية متعددة من شيوعية وعلمانية وليبرالية وموضوعات بشرية باطلة، وإما أنها تسير على دين منسوخ أو مغير كما عليه اليهود والنصارى. فلم يبقى ملجأ للعباد يلجؤون إليه ويعتصمون به ويسيرون عليه على الحق إلا هذا القرآن وهذه السنة النبوية. ويؤخذ من هذه الآيات الفرق بين القرآن والحكمة. القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى، منزل غير مخلوق، وأما الحكمة فهي كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وهي السنة، أو هي الفهم الذي يعطيه الله جل وعلا لمن يهبه له. فعلى كل حال فيه فرق بين الكتاب والحكمة يجب أن يتنبه له. يؤخذ منها الاحتجاج بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنها هي المصدر الثاني بعد كتاب الله سبحانه وتعالى. وفي هذا رد على من يسمون أنفسهم بالقرآنية، وهم الذين يقولون لا نحتج إلا بالقرآن ولا نحتج بالسنة، وقد كذبوا، فإنهم لم يحتجوا بالقرآن، لأن القرآن أحال على السنة. قال جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأيضا القرآن فيه مجملات كالصلاة والصيام والزكاة والحج، هذه مجملات بيّنتها السنة النبوية ووضعت لها الشروط والضوابط التي تحدد بها. فبدون السنة لا يمكن العمل، لا يمكن العمل بالقرآن، لأن الله وكل بيان القرآن
إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: وأنزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالبيان موكول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ما تضمنته هذه السنة. وأيضا يؤخذ منها الرد على من يفرق بين الأحاديث الصحيحة فيقول: ما نعمل إلا بالمتواتر، وأما حديث الآحاد فمنهم من يقول إنه لا يحتج به لأنه يفيد الظن عندهم، ومنهم من يقول إنه يحتج به في غير التوحيد وغير العقيدة، إنما يحتج به في الأحكام العملية، وكل هذا باطل. فسنة الرسول صلى الله عليه وسلم إذا صحت فإنها يحتج بها وتفيد العلم، ولكن كون الناس يختلفون في مفاهيمهم هذا ليس قدحا في السنة، وإنما هو قدح في فهم الإنسان. فعلى كل حال، هذه الآية نص قاطع في أنه يجب العمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا داخل تحت مضمون شهادة أن محمد رسول الله، فإن من مضامينها طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. ويؤخذ من هذه الآيات أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وإنما يعلم ما علمه الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم. فهو صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب ولا يعلم من العلم إلا ما علمه الله، كما قال جل وعلا له: وقل ربي زدني علما. والله جل وعلا أخبر عنه أنه قال: إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، ففي هذا رد على الذين يغلون الرسول صلى الله عليه وسلم ويقولون إنه يعلم الغيب. والله جل وعلا يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فإن الله يعلم رسوله من الغيب ما يحتاج إليه في أمور الدين أو إقامة الحجة، ولا يطلعه على كل الغيب، فإن الغيب لا يعلمه إلا الله. والرسول إذا علم شيئا من الغيب بتعليم الله فإنه لم يعلمه إلا بعد تعليم الله له وإطلاعه عليه. ويؤخذ من هذه الآيات تحذير من دعاة الضلال والكذبة والمحتالين، فإذا كانوا حاولوا هذا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وصدهم الله وفضحهم وأخزاهم، فلا أن يحتالوا مع غيره من العلماء ومن أهل الفضل من باب أولى، فيجب التنبه لهم والحذر منهم، كما قال الله جل وعلا: هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. يؤخذ من هذه الآيات أن التمسك بالكتاب والسنة عصمة من الضلال، لأن الله قال: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك، إلى قوله تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. فهذا فيه دليل على أنه لا عصمة من الضلال والانحراف إلا بالتمسك بكتاب الله عز وجل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم:
إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. هذا وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.